حاجة عندي بتقول ايه النهارده؟ قال لي يا مستر عندي القياس في الكيمياء، القياس في اللي هي شباب ايه؟ في الكيمياء. طب عايزين نعرف بقى يعني ايه كلمة قياس؟ يعني ايه كلمة يا ولاد ايه؟ قياس. طيب بصوا كده مع بعض كده. قال لي يا مستر أول حاجة القياس، قال لي يا شباب القياس، قال لي يا شباب عندي القياس. قال لي يا شباب القياس ده يا مستر عندي مقارنة، ايه يا شباب عندي؟ كمية. ايه يا مستر عندي؟ مجهولة. بيه يا مستر بكمية أخرى. إيه يا مستر؟ معلومة. بس خد بالك لازم أول حاجة تكون من إيه يا مستر؟ من نفس النوع، من نفس الإيه؟ النوع. يبقى تاني القياس بقارن كمية مجهولة بكمية أخرى معلومة. طب ليه يا مستر خد بالك من نفس الإيه؟ النوع. لمعرفة إيه يا مستر عندي؟ عدد مرات احتواء الإيه؟ الأولى على مين يا مستر؟ على الثانية، على يا شباب؟ على الثانية. يبقى أنت النهاردة يا مستر القياس بتقارن كمية مجهولة بكمية أخرى معلومة من نفس النوع لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الإيه؟ على الثانية. مستر طب أي عملية قياس عندي يا شباب بتتضمن إيه؟ قال لي أول حاجة لو حضرتك قلت لي النهاردة 50، لو انا قلت يا ولاد النهارده 50، 50 كده وسكت والله ما استفدت اي حاجه خالص. امال يا مستر كده لو انت قلت يا شباب 50 كيلو جرام، 50 كيلو ايه؟ جرام. اه ده انا كده استفدت حاجه. ايه هي يا شباب؟ قال لي يا مستر اول حاجه ال 50 دي يا شباب بقول عليها قيمه عدديه، قيمه ايه؟ عدديه. والكيلو جرام بقول عليها وحده قياس، وحده ايه؟ قياس. طب مستر كل ده يا ولاد ببدأ اقول عليه يا مستر اسمه قياس كمي. قياس ايه؟ كمي. يعني ايه يا شباب كلمة قياس كمي؟ اي عملية قياس كمي تتضمن كام حاجة؟ اتنين، قيمة عددية ووحدة قياس. يبقى تاني يا شباب بنقول ان القياس بقارن كمية مجهولة بكمية اخرى معلومة من نفس النوع لمعرفة عدد مرات احتواء الاولى على الثانية. اي عملية قياس عندك تتضمن كام حاجة؟ هنبص كده مع بعض. قيمة عددية ووحدة قياس. طب مين المعيار يا ولاد بتاع وحدة القياس او بتاع القيمة العددية عندي؟ قال لي وحدة القياس ده عبارة عن ايه يا مستر؟ اه ده عبارة عن مقدار محدد من مين يا مستر عندي؟ من كمية فيزيائية يستخدم كيا يا شباب كمعيار لقياس كميات محددة. كميات ايه؟ محددة. يبقى انت داخل النهارده مستر القياس عندي بنقول تاني ان القياس بقارن كمية مجهولة بكمية أخرى معلومة من نفس مين؟ أه من نفس النوع لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الإيه؟ على الثانية. أي عملية قياس عندك تتضمن كام حاجة؟ اتنين، قيمة عددية ووحدة قياس. طب مستر هو يعني أصلا كلمة وحدة قياس؟ أه ده عبارة عن مقدار محدد من كمية فيزيائية تستخدم كمعيار لقياس كميات مين يا ولاد إيه؟ محددة. مستر طب اي عملية قياس عندك تتضمن كام حاجة؟ اتنين، قيمة عددية ووحدة ايه؟ قياس. طب ايه هي وحدة القياس؟ ده عبارة عن مقدار محدد من كمية فيزيائية تستخدم كمعيار فعلي لقياس كميات مين يا شباب عندي؟ محددة. يعني انت لو جيت بصيت معايا كده يا شباب عندي، لو انا جيت ابص كده يا مستر عندي بيقول لي ايه؟ طبيعة القياس. طيب بيقول لي ان التطور العلمي والصناعي والتكنولوجي والاقتصادي الذي نعيشه اليوم هو ناتج التطبيق الصحيح والدقيق لمبادئ القياس.